بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. استقرأنا للآيات فلانا وتطيع القانون الفلاني وتتقرب من فلان
فتستجيب لذلك، هذه أم تسمى فاعلة. ومن هنا الرد على كثير من المسلمين الذين يشتبه عليهم هذا الأمر اشتباها يخلطون به بين العلاقة بالله تبارك وتعالى التي العلاقة المباشرة بالله، وبين العلاقة والتوجه والاستشفاع وإطاعة الأشياء الأخرى، فيرون فيها شركا ويرون فيها ضلالا ويرون فيها بعدا عن الله. الحقيقة هذا ناشئ يعني من عدم وضوح هذه الفكرة. لماذا يطيع الله الرسول أو يتوجه بالرسول؟ لماذا يطيع إماما من الأئمة؟ لماذا يتوجه به؟ لذاته؟ إذا كان لذاته فرأي الوهابيين رأي صائب. من يتوجه إلى رسول الله طالبا منه أن يقضي له حاجة، مستشفعا به أن يحقق له غرضا، معتقدا أن بمقدوره بذاته وبنفسه مفصولا عن الله والنبوة قادرا على أن يفعل ذلك، فهو ما من شك سيكون مشركا. لكن لا أحد من المسلمين، لا أحد من الناس يتبنى مثل هذه الفكرة ويؤمن بمثل هذا الرأي. كل إنسان توجه إلى نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء أو ولي من الأولياء لا يرى أن هذا الولي قادر بذاته على أن يفعل خيرا أو شرا أو يحقق غرضا من الأغراض. لا يرى أن هذا النبي أو الإمام أو الوصي قادرا بذاته على أن يدفع السوء عن نفسه فضلا عن الآخرين. كل واحد من المسلمين يرى مثل هذا الرأي، لكنه يرى أن لهذا الشخص، أن لهذا النبي أو الإمام مكانا لدى الله وزلفى وقربى، يعني قرب من الله من خلال التزامه وطاعته ومن خلال علاقته بالله ومن خلال امتثال لأمره في الحياة، بحيث أصبح وجيها عند الله. فهو عندما يطلب إليه لا يطلب إليه أن يحقق هذا الغرض بنفسه، وإنما أن يحقق هذا الغرض بشفاعته وبوساطته لدى الله تبارك وتعالى. الله هو الذي يحقق هذا الغرض. يبقى الكلام بشفاعته. المفهوم الشفاعة وارد في القرآن، المفهوم الشفاعة مفهوم شرعي. لماذا لا؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أو القرآن يطرح مفهوم الشفاعة بشكل واضح. يومئذ لا تنفع الشفاعة، يعني الشفاعة تنفع، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من أذن له الرحمن وقال صوابا تنفعه الشفاعة، لكن من لم يأذن له الرحمن لا تنفعه الشفاعة. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا أن يتوجه رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نستشفع برسول الله، أن نقدمه بين يدي حاجاتنا، لا يحقق بنفسه هذه الحاجات وإنما بوجاهته ومكانته لدى الله تبارك وتعالى، فتلك مسألة لا تستوجب إلحادا ولا شركا ولا تكفيرا. نحن لا نطيع النبي ولا الإمام ولا ولي من الأولياء لذاته ولنفسه، وإنما نطيعه لله امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا. العبادة هي الطاعة المطلقة غير المحدودة لله فيما أمر به وفيما نهى عنه سلبا أو إيجابا. ومن هنا هذه العبادة تمتد وتتناول وتشمل كل ضروب علاقاتنا، كل ضروب أنشطتنا، كل مرافق حياتنا، يعني ليست هي محصورة ومقصورة على الفرائض، وإنما كل ضروب النشاط الذي نمارسه يمكن أن يصبح عبادة عندما يخضع لأمر الله تبارك وتعالى.
يا أيها الناس اعبدوا اطيعوا امتثلوا لأوامر الله، لأنه ليس من حق أحد أن يأمر أو أن ينهى أو أن يحكم فيكم سلبا أو إيجابا إلا بأمر الله، ليس من حق أحد، ولا حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا حتى محمد رسول الله من حقه أن يحكم فيكم معزولا عن الله أو ليس بأمر الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أنتم في هذه الدنيا لا يحكم فيكم إلا الله تبارك وتعالى، حتى النبي لا يملك أن يضع لكم شريعة أو يشترع قانونا أو يحدد قيمة من القيم إلا بإذن الله. إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هكذا بالنسبة للعبادة، العبادة خالصة لله، لأن الله يجب أن يوحد بذاته ويجب أن يوحد بعبادته، أن لا نتجه بالعبادة لسواه. وعلاقتنا بزيد أو عمر وبهذا الجهة وبتلك يجب أن تكون من خلال عبادتنا لله، مو عبادتنا للجهة ولا للشخص. اعبدوا ربكم، كأنه عندما دعا للعبادة طرح معها مبرراتها وطرح معها دليلها، كأنه يقول اعبدوا، اعبدوا من؟ اعبدوا ربكم الذي يستحق العبادة لأنه ربكم، لأنه يمتلك هذا الحق من خلال كونه ربا خالقا. فهو يطرح بذلك وراء الدعوة للعبادة يطرح دليلها ويطرح حيثياتها، أن يدعوك إنسان لعبادة جهة ما، وثني يدعو لعبادة جهة ما، يجب أن يقال له ولماذا أعبدها وبأي مبرر وكيف استحقت العبادة ومن خلال ماذا. هذا هو المنطقي الذي يجب أن يسأل عنه بعدئذ. عندما يعبد الإنسان قوة من القوى، جهة من الجهات، يجب أن يعرف ما إذا كانت تستحق العبادة أو لا تستحق، تستحق أن يخضع لها الإنسان أو لا تستحق. لا ندري كيف العقل البشري هذا الجبار وهذا الإنسان المغرور الذي يعبد نفسه كيف طاطأ أمام أوثان وأصنام وشجر وحيوانات، يعني لا ندري، لابد هناك تصور ما، وهم ما، ضلال ما، جعل هذا الإنسان العاقل الذي هو أولى بالعبادة من الصنم ومن الشجرة ومن البقرة ومن أي قوى أرضية أخرى، إذا كان هناك من يعبد غير الله أو إذا أمكن أن يكون شيء يعبد غير الله فهو هذا الإنسان، هذا الإنسان الخلاق المبدع النشط الذي أوجد حضارات وخلق مدنيات واستطاع أن يفرض وجوده على الطبيعة خلال هذه البقعة التي يعيش فيها. لا ندري كيف خضع الإنسان دون ما مبرر لعبادة تلك القوى. الحقيقة الإنسان من يدرس نشوء هذه العقائد عبر مراحلها يشوف هذه العبادة قامت على تصور ما خلق الإنسان بأوهامة وضياعة وضلالة وجهلة وتخبطا. من هنا القرآن يطرح المبررات، عندما أدعوكم وأقول لكم اعبدوا أقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم، المبرر واضح أنك مخلوق وهناك خالق، وأنك مربوب وهناك رب، وأنت تحس بهاتين القضيتين، تحس فعلا أنك لم تخلق نفسك، تلك بديهية واضحة أنك لم تخلق نفسك وإلا لكان عليك أن تسبق وجودك، يعني لا يمكن أن نكون قد خلقنا أنفسنا وإلا لكان ينبغي أن نسبق أنفسنا في الوجود لنكون خالقين، يعني حتى يكون هذا وجودنا متأخر عنا، فأن تكون متقدم على وجودك باعتبارك خالقا متأخرا عنه باعتبارك مخلوقا تلك مسألة غير ممكنة.
هذا فلفل، هذا لا يمكن. حسنا، يجب أن تكون خالقتك قوة أخرى خارج وجودك. من هي هذه القوة الأخرى؟ وما هي هذه القوة الأخرى؟ أهي قوة عاقلة أم هي قوة غير عاقلة؟ ما هي هذه القوة غير العاقلة؟ أهي الطبيعة؟ الطبيعة شأنها كشأني أيضا، أشياء وظواهر مختلفة، كل ظاهرة منها يأتي التساؤل حولها أيضا، كيف وجدت ومن خلقها ومن أوجدها؟ أهي أوجدت نفسها؟ وهذا يقتضي أن تكون سابقة على وجودها، أم أوجدتها قوة أخرى خارج عن وجودها سابقة عليها؟ ومن هنا يعني كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة سيثار هذا التساؤل حولها. فنصل إلى البداية بالحقيقة، لأن الكون له بداية. عندئذ هذه القوة عاقلة أو غير عاقلة؟ أن يكون نظاما محكما احكاما رياضيا مترابطا منتظما انتظاما مدهشا بهذا الشكل، له مسار غائي، له غايات وأهداف نلحظها من خلال الوجود، له ترابط، هذا الترابط قام على أساس وعي مسبق بما يؤديه هذا الترابط من خدمة. هناك نوع من الترابط يحدث بشكل عشوائي وتراكمي، وهناك ترابط أفقي يحدث من خلال وعي للغاية. نحن نرى أن الترابط القائم بين وحدات الوجود قائم بشكل أفقي وعلى أساس وعي مسبق للغاية. أن يقوم ترابط بيننا وبين الشمس، وبين الشمس وبين السحاب، وبيننا وبين السحاب، وبيننا وبين الشجر مثلا والنبات، وبين النبات والشجر والشمس، وبين الهواء أو نسبة الأكسجين على الأقل، وبيننا وبين الهواء، وبين الموت وبين الحياة، وبيننا وبين المواد الموفورة في الأرض. هذا الترابط نشوفه مرسوم بدقة، يعني على أساس الحاجات، على أساس الغايات المستهدفة سبقا وسلفا لهذا الوجود ولهذه الحياة. هذا النوع من الترابط المرسوم والغايات المرسومة، وهذا المسار المقرر لكل كائن حي، لكل شيء، لكل ظاهرة. هذا النوع من الترابط يكشف على أن هذا الذي أنشأ هذا الكون أو هذه الظواهر أو هذه الأشياء من خارج وجودها ليس قوة لا عقلائية، وإنما هي قوة عاقلة. عندما نمشي إلى بدايات الوجود فسنقف نحن والماديين معا، الماديون سيقفون عند البداية. بالحقيقة كانت أكو فكرة يهرب إليها الماديون، يلجؤون إليها دائما وينهون كل جدل وكل حوار، فكرة أزلية الوجود وأزلية الكون. كنت إذا ما أثرت حوارا مع مادي من الماديين أو ملحد من الملاحدة سيقول لك أن الكون أزلي وقديم وليس له بداية، فيهرب من فكرة الحدوث. فكرة الحدوث التي تستتبع التساؤل عن المحدث وعن الخالق. إذا قال الكون أزلي يعني ما إلى بداية، إذا ما إلى بداية بهذا الشكل ما نسأل من أوجد، من خلق، من أحدث. لكن لسوء طالع الماديين ولأنهم بعداء عن الحقيقة، العلم والفلسفة تثبتان معا حدوث الكون وليس أزليته. يعني العلم دا يثبت أن الكون إلى بداية وعلى أساس علمي، يعني قوانين الديناميكا الحرارية هي التي أثبتوا من خلالها أن الكون هذا له بداية، حددوا عمر هذه البداية، حددوا مساحتها تقديرا، قالوا أن هذا الكون يرجع إلى ما يقرب من 5 بلايين سنة. قبل 5 بلايين سنة لا وجود لهذا الكون. حسنا، هذا الكون إذا لم يكن له وجود فوجد. فكرة الحدوث ثبتت علميا بهذا الشكل. ليس هذا فحسب، بل أن العلماء يشهدون بأم أعينهم الآن أن هناك نجوم تموت ونجوم تولد، وهناك يعني كواكب تموت
وهذا ما يلفتنا إليه الله تبارك وتعالى، نشهد ظاهرة موت وحياة مستمرة، يعني ظاهرة الحدوث ستكون أمامنا بالفعل. من قبل استدلوا الفلاسفة بظاهرة الحدوث، العالم متغير، هذه القاعدة المعروفة التي يقرأها طالب العلم في النجف في المنطق لأول ولا، العالم متغير وكل متغير حادث، لأن التغير هو انتقال من طور إلى طور وانتقال من حالة إلى حالة، وكل شيء يفارق حالته الأولى يكون محدثا بالضرورة، لأنه يفارق حالة سابقة وينتقل لحالة جديدة. كل شيء كانت له صيرورة وكان له انتقال وتحول من حال إلى حال، فهذا يعني أن له بداية، يعني أن له بداية، يعني أنه محدث. إذا كان محدث فمن هذا الذي أحدث؟ تلك هي فكرة الحدوث. فكرة الحدوث تفرض وجود الخالق، يعني ومن هنا القرآن الكريم يطرحها: أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كل ما فكر فيه الفلاسفة وكتبوا حوله المجلدات الضخمة وأوضحوه للناس، فكرة الإمكان وفكرة الحدوث، القرآن يلخصها بشكل مكثف هائل الكثافة وشكل واضح هائل الوضوح وهائل الدلالة. هذه الآية الكريمة بهذا الجزء من الآية: أخلقوا من غير شيء، صدفة من لا شيء انبثق هذا الوجود العظيم، كما يتبنى الماديون عندما أبطلت فكرة الأزلية، هرب الماديون إلى فكرة الصدفة. فكرة الأزلية أصبحت باطلة، وين هرب الماديون؟ فكرة الصدفة. العالم بعد بدء يرجع إلى ذرة واحدة من الهيدروجين انبثقت صدفة، الصدفة. وللأسف أيضا العلم أبطلها رياضيا، يعني الصدفة باطلة رياضيا. الكلام حول إبطال الصدفة كلام يمكن أن تأخذ من الرياضيين، يمكن أن تقرأ أي كتاب يتناول هذه المسألة لترى كيف أن قانون الصدفة لا يمكن، أن الصدفة لها قوانين فعل، أن الصدفة غير ممكنة إطلاقا في تعليل الوجود، لدرجة أن خلق ذرة واحدة من الذرات لا يمكن أن تنتج عن طريق الصدفة إلا على أساس 10 مضروبة في نفسها بحدود 350 مرة، أقل من ذرة بالحقيقة. هذه المسائل بالحقيقة أصبحت مسلمة، إذا لم نكن قد خلقنا أنفسنا، إذا لم نكن قد خلقنا من لا شيء، فمن هذا الذي خلقنا؟ ليس أمامنا إلا فرض واحد، أن تكون خلقتنا قوة عاقلة واعية مدركة سابقة على وجود هذا الكون خارجة عنه. هذا الذي نسلم به فلسفيا، نسلم به لأنه ليس هناك من طريق آخر على الإطلاق لتعليل الوجود ولتعليل نظامية غير هذا. إذا أرسيت هذه العقيدة في نفس الإنسان وهي لا ترسخ وهي لا تثبت وهي لا تغور في أعماقه إلا من خلال التأمل الطويل في نفسه وفي الوجود من حوله وفي الحياة وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا. يتأمل الإنسان نفسه يشوف أن تركيب الجسد كيف تم بعناية بتخطيط، يشوف الإنسان نفسه أنه ببداهة يحكم على لوحة معروضة يراها ضمن معرض يتأملها، ببداهة يحكم على أن هناك فنانا رسم هذه اللوحة، يثني على براهته في الفن، يثني على حسن استعماله للألوان، يثني على حسن الفكرة التي ضمنها هذه اللوحة، ويقول يا له من فنان عظيم، لمجرد أنه يرى لوحة منصقة على جدار، يا له من فنان عظيم، ما أعظم براعته، ما أكثر قدرته على استخدام الألوان. لاحظوا كيف عبر بهذه الألوان عن الفكرة تعبيرا رائعا ورمزيا، لاحظوا كيف ضمن أفكاره ضمن هذه اللوحة الرمزية مثلا، أو اللوحة غير الرمزية الواقعية التي تنقل لنا الواقع كما هو الانطباعية.
هذا الإنسان تحكم يعني يحكم على لوحة بأن فنانا صنعها، رساما عظيما يثني عليه، يشاهد بناء رائعا تصميما رائعا فيقول ما أبرع هذا المهندس وما أكثر قدراته وما أعظمه، دلوني عليه لعلي أستفيد من خبرته. ببداها يحكم الإنسان دون ما تردد، حتى لو قيل له أن هذه اللوحة صنعت بنفسها وبمفردها وأن ذرات الألوان الحمراء والصفراء والزرقاء تجمعت بشكل صدفي وكونت لنا هذا المشهد اللطيف، لسخر منه ولا ضحك ولا استهزأ منه ولا فكر كثيرا أن هذا الشخص لابد أن يكون معتوها أو أبلا. هذا بالنسبة للوحة تافهة صغيرة محدودة، هذا بالنسبة لبناية صغيرة، فما بالك بهذا الكون الذي يعج بالكائنات الحية، الأصناف المختلفة من هذه الكائنات، يعج بالظواهر العجيبة، بهذا اللون من الترابط العظيم والتناسق العظيم. تلك مسألة إذن الإنسان يخفلها، لا ترسخ في أعماق إلا من خلال التأمل الدائم. ومن هنا الله يلفت النظر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الرب هو المربي، والتربية الإلهية تأخذ اتجاهين، أو التربية الإلهية تمشي بالنسبة لنا باتجاهين، التربية البدنية والتربية التشريعية. يعني الله يربينا بعد الخلق بالتشريعات التي أرسلها على أيدي أنبيائه. كنا ضلالا تائهين نعبد الأوثان، يغزو بعضنا بعضا، يقتل بعضنا بعضا. كانت قيم الإنسانية منحطة وحيوانية وبدائية وتافهة، فأرسل الله الأنبياء مبشرين ومنذرين لينقذوا الناس من الظلمات إلى النور، أي نوع من التربية. أن يدخلوك بالمدرسة ويعلموك علما ويفتحوا بصيرتك وبصرك على الأنظمة الراقية وعلى الحضارة، معطيات الحضارة وعلى التشريعات والقوانين، فهذا لون من التربية. من هنا نسميها وزارة التربية لأنها تطلع بهذه المهمة. فأن يرسل الله لنا الأنبياء هذا نوع من التربية، إنه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعليم وتربية. فإذا الله يربينا، فهو رب العالمين من حيث أنه أرسل لهم الأنبياء ليربوهم، ليهذبوهم، ليكملوهم، ليفصلوهم عن بدائيتهم وحيوانيتهم وضلالهم. وهناك تربية أخرى غير هذه التربية، تربية خلقية. يعني من البداية الله سيواكب وجودنا. كلمة يواكب ليست واردة. من البداية عناية الله تبارك وتعالى، عناية الله تمدنا بالوجود منذ البدء. إرادة الله تعلقت، مشيئة الله تعلقت أن يوجد زيد. الفكرة الإلهية هكذا، الله من دون روية، من دون إجالة فكر. إذا كان المهندس والفنان يخطط ويرسم ويفكر ويكتب ويشطب ويضيف الألوان يحتاج لإجالة فكر وإجالة روية وتأمل، فالخالق سبحانه وتعالى يخلق لا بروية ولا بإجالة فكر ولا بتخطيط مسبق، مجرد تتعلق مشيئته بشيء كان هذا الشيء. تعلقت مشيئته بإيجاد زيد، شيء عظيم أن تتوجه العناية الإلهية لمخلوق ما، شيء عظيم. يعني عناية الله تتوجه لي أنا خاصة، يعني أنا في وقت ما، في وقت من الأوقات، وفي هذا الوقت وفي كل وقت أنا محل عناية القوة الكبرى في الكون. أي عظمة هذه، صورها جيدا. صور نفسك أنت في كل وقت ملحوظا من الله بعين الله، مشاهدا منه، مبصرا منه، ديمتك باستمرار بحاجاتك. أي روعة من هذه، أي عظمة. فعندما تتعلق مشيئة الله أن يكون زيد يهيئ له السبيل بعد أن أوجده روحا، فإذا بخالد يتصل بزينب يقذف إليها حويناته المنوية
تفرز بويضتها فتنتظر في بوق فالوب هناك وتأخذ الخلقة الإلهية مسارها بشكل عجيب. كان ينبغي أن ترقبها. الشباب وهم يدرسون في الأحياء يدركون أي عملية رائعة وعظيمة تلك، أي عملية رائعة وعظيمة، وأي تدبير وأي قدرة وأي عظمة إلهية تكمن وراء هذا الخلق. أن يخلق الله بدءا الإنسان الذكر ويخلق له أجهزة، هي تلك المسألة وحدها معجزة. ويخلق إنسانة تماما كهذا الإنسان ويخلق لها أجهزة مقابلة، لا يخلقها كهذا الرجل، وإنما يخلقها خلقا مستقلا ليتم بينهما التداول والاتصال. مسألة ليست عبثية، ليست عبثية أن يوجد لك جهازك التناسلي بشكل ويوجد للمرأة جهازها التناسلي بشكل، وتهيأ هي لوظيفة وتهيأ أنت لوظيفة. هذا لون من ألوان التدبير الإلهي الذي لو تأملت به وحده لكان دليلك إلى الله. هذا دليل من ذلك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنت والمرأة بنفس الشكل وبنفس التصميم. كيف تم هذا؟ عبثا؟ صدفة؟ الطبيعة وحدها؟ أي طبيعة؟ الطبيعة العشوائية غير العاقلة، أو هناك مهندس ومصمم وخالق؟ تلك مسألة يعني وحدها كافية لتقودك إلى الإيمان بربك وخالقك. اتصل هذا الرجل بالمرأة ليس بتخطيط وبتفكير، وقف هذا المفكر البشري وقال بما أن حياة الإنسان منتهية ومحدودة، وبما أن هذا الإنسان لابد أن يموت وينقرض، إذن لابد من أن نعمل ونخطط كما نخطط تخطيطا اقتصاديا وتخطيطا تربويا واجتماعيا، أن نخطط لإبقاء النوع البشري، وذلك بأن يتزاوج الرجل مع المرأة. طبعا يتزاوج الرجل مع المرأة مع وجود الجهاز التناسلي المستعد لمثل هذا التزاوج الذي لم يصنعه الإنسان. المهم حتى هاي ما تركت للإنسان، وإنما الإنسان يقاد على رغم أنفه بدافعه الجنسي بشهوته الجنسي ليتغزل في المرأة ولينظم القصائد الطوار وليلتقط الزفرات والحسرات ليجتمع بها. على ماذا؟ هو لا يدري على ماذا. هو يقاد على رغم أنفه بغريزته بشهوته، والمرأة أيضا من جانبها تتغزل بالرجل وتنتظر قدومه وتنتظر الاقتران به. لماذا؟ لأي شيء. لو فكرنا في العملية من خلال شكلها الطبيعي معزولة عن الدافع والغاية لرأيتها أقذر عملية موجودة، أليست كذلك؟ أعزلها عن العاطفة والمشاعر والغريزة، وأعزلها عن الغاية الرائعة التي وراءها، أعزلها عن اندماج، ماذا ترى؟ والله يا جابر، يعني تعبير الإمام، الإمام يريد يقول له لو عزلناها عن غايات الله فهي ليست إلا مبال في مبال، هكذا. هذا في أقدر وجوهها، أليس كذلك؟ هذا في أقدر وجوهها، ما من شك. الإمام وإحنا مو أكثر حياء من الإمام، ولا أكثر من الإمام لياقة ولا أدبا، هذا هو واقعها. لكن الإنسان يسمو بها، فإذا بها ذروة العلاقة الإنسانية الحبية الودية، إذا بها ذروة الاندماج، الله تبارك وتعالى يسمو بها ويرتفع. فإذا كن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن اللباس شنو وظيفته؟ ستر. اللباس وظيفته ستر وتجميل، يعني هناك سوءة من السوءات تستر من خلال هذا التداول. ما هي هذه السوءة؟ هذا الاندفاع الغريزي الحيواني الذي قد يشط بالإنسان وقد يبعد بالإنسان وقد ينحرف بالإنسان. فعملية الازدواج ستكون لباسا ساترا مجملا لهذا الإنسان، ساترا للغريزة ولعيوب الغريزة ولمفارقات الغريزة. يلتقي الرجل بالمرأة وقد هيأ الله لمثل هذا اللقاء من خلال مشاعر الود والحب والاندفاع، ومن خلال اندفاع الغريزة، ومن خلال الأجهزة المتقابلة المهيئة لذلك. يقذف الرجل في المرة الواحدة
عشرات الملايين من الحوينات، كائنات حية تسعى وتتحرك وتضرب السائل البروستاتي بذنبها وتمشي صعدا وكأن لها غاية مرسومة. إلى أين تمشي هذه الحيوانات؟ ومن حدد لها طريقها؟ ولماذا لا تعود القنطرة إلى الوراء؟ لماذا لا تعود من حيث أتت من طريق المهبل؟ لماذا تمشي صوب غاية معينة موجهة لتتجه صوب قناة فالو؟ وهناك حيث تنتظر البويضة يحيط بها عشرات من الحوينات المنوية حتى إذا اندمج بها أحدهم وهي لا تفسح المجال لأكثر من واحد وانطوت عليه في داخلها وبتر ذنبه تحركت البويضة، كأن حركتها مرهونة بازدواجها، كأن حركتها مرهونة باندماجها بجزئها الآخر، تنحدر لتأتي إلى الرحم فتغرس نفسها فيه. هنا هي حتى الآن لا تكاد تبصر في العين المجردة إلا بصعوبة، صغيرة صغرا شديدة، هي كرأس الدبوس أو أقل بهذا الحجم بدايتك يا أخي. لاحظ العناية الإلهية كيف بهذا الحجم بدايتك، كيف أصبحت إنسانا عاقلا جبارا خالقا مبدعا، تخلق حضارات ومدنيات، ترفع رأسك استكبارا على ربك، تتنكر له. لاحظ بدايتك تنقسم على نفسها إلى اثنين إلى أربع إلى ثمان ستة عشر 32 وهكذا حتى تشكل كتلة تنطوي على نفسها فإذا هي أشبه باللقمة التي يلوكها الإنسان بالمضغة، ثم تصبح مجرد قطعة لحم كالكبد كالطحال بهذا الشكل، قطعة لحم لا شكل لها، فمن أعطاها شكلها؟ ومن رسم لها ملامحها؟ ومن وضع لها مميزات الشخصية الخاصة؟ ومن رسم بها عواملها الوراثية؟ فإذا بك تشبه أباك أو تشبه خالك أو تشبه أمك أو تشبه أعمامك، ومن أعطى لكل شعب سماته ومميزاته؟ العلم إجابته سهلة، العوامل الوراثية، الجينات. ما هي العوامل الوراثية؟ أأنت أوجدتها أيها العالم؟ لما تقول لي عامل وراثي تقول لي جينة، هاي جينة أنت حتى تدل وظيفتها، جينة كائن عاقل مفكر، جينا احد المهندسين والفنانين يعني عاقل مفكر بيده مخطط وبيده قلم ده يرسم، يقول لا، الجينا مجرد جزء مادي غير عاقل وغير واعي. حسنا، الجينا كيف خططت، كيف رسمت، كيف اصبحت شبرا؟ هنا يصمت العالم، يصمت العلم، يقول لا ادري، كل ما ادري ان هذه الجزيئات الماديه هذه التي مسطورة ضمن الكروموزوم أراها هي المتحكمة بالعوامل الوراثية، لأني عندما أنتزع منها جزءا سيفقد الإنسان بعض أجزاءها التي تحملها هذه الشفرات. حسنا، هذه الشفرات كيف تحمل؟ لا أعلم، علم العلماء ينتهي هنا، لا أدري، هي شفرة وراثية. هذه الشفرة الوراثية من وضعها؟ من قررها؟ من أحكمها؟ من حملها هذه الصفات؟ لا أدري، لأن هنا ينتهي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا مهما كنتم. لا أدري، تبدأ مرحلة الألوهية، الله، الله هو الذي وضع هذه الشفرات، المهندس، مهندس الكون الأعظم هو الذي وضع شفرات ضمن هذه الخلية الصغيرة لترسم هذا المخلوق كما شاءه وكما أراده. يصبح هذا الإنسان فيأخذ شكله الخارجي، اخلقوا هذه أنثى يا ملائكتي، أنثى جميلة رائعة بطة رشيقة، اخلقوا هذه شوهاء سوداء بهذا الشكل، اخلقوا هذا ذكرا، اخلقوا هذا. إرادة الله ومشيئته، تصور وفق الإرادة وفق المشيئة، قدروا لها أجلها، قدروا لها رزقها، قدروا لها حياتها. كتاب مرسوم بادئ بدء، مخطط بادئ بدء، سبقا وتلفا في علم الله
سيمشي هذا الإنسان صوب هذه الجهة أو تلك، الله يعلم. هذا الإنسان بإرادته وباختيارته، أكو واحد يعني بالحقيقة يشكل بناء علم الله بمسار الإنسان سبقا ينافي الاختيار، هذا سوء فهم. علم الله سبقا وسلفا بمصير الإنسان لا ينافي الاختيار، هذه مسألة واضحة. تصور لو أنك أخذت نملة ووضعتها ضمن مسار محاط بالماء وتركتها ضمن هذا المسار، أنت تعرف أن النملة ببطيء طبيعة ما تلاقي من عقبات، وبطبيعة اختيارها الذي تتحكم فيه عوامل مختلفة من داخلها ومن خارجها ستختار هذا الجانب. هذا علمك ليس معناه تدخل في إرادة النملة، يعني النملة تمشي باختيارها، لكنك باعتبارك مشرفا على مسارها ستعلم أنها لا تختار إلا هذا الطريق. هذا العلم المسبق لا ينافي الاختيار إطلاقا. فالله سبحانه وتعالى يكتب ما علم من أجلها، من أجلها ورزقها وما يتصل بها، هو يتابعها بالوجود. يا ربي كيف نغذي هذا الكائن الحي داخل رحم أمه؟ هذا يحتاج إلى هواء، ويحتاج إلى ماء، ويحتاج إلى طعام، ويحتاج إلى، الله يفعل ذلك، يمد له شريانا إلى رحم أمه، يمد من سرته إلى رحم الأم وأوردتها وشرايينها شريانا. فإذا بهذا الطفل يتغذى على غذاء أم، أم تأكل وتهضم الطعام وترسله دما سائغا، وهذا الطفل متصل وجوده بوجود الأم، يتغذى في تلك المرحلة من خلال الحبل السري. لاحظ كيف أنها كيفية تختلف عن حياتك الآن. لو قيل لك أن إنسانا في هذه الأرض يتغذى من سرته لتعجب، كيف؟ كيف عمل الأطباء على تغذيته من سرته؟ وبأي وسيلة؟ وكيف استطاعوا؟ وين يدسون الطعام؟ من أي ناحية؟ هذه المسألة في الأرض تشكل لك أعجوبة، لكنها في عالم الرحم كما تعرف حقيقة من الحقائق. الله التربية الإلهية والعناية الإلهية ما تترك هذا الكائن الذي أوجدته ضمن مساحة 50 سنتيمتر، هي مساحة الرحم، محبوس في تلك المساحة، مقيد موثوق، لكنه يعيش عيشة طبيعية في ذلك الرحم، عيشة مرفهة، يأتيه طعامه رغدا، يتحرك ويتقلب. لا، لو قيل لهذا الطفل وكان واعيا عاقلا هل تحب ان تفارق الرحم؟ فسيقول لا، وسيبكي بكاء مرا، وسيعتبر هذه فاجعه من الفواجع، وسيعتبر خروج من الرحم نهايه لوجوده، وسيعتبر عمليه فناء بالنسبه له. لماذا؟ لانه لا يعقل غير هذه الحياه، لانه لا يعي غير هذه الحياه، لانه لا يتصور ان هناك امكانيه، لا، إمكانية علمية للعيش خارج الرحم. يعني لو أن العلماء الماديين كانوا يحملون نفس العقلية ونفس المعلومات داخل الرحم وعقدوا مؤتمرا علميا هناك وتسألوا هل يمكن العيش خارج نطاق الرحم؟ هكذا يعني هم عالم الأجنة شكلوا مؤتمر علمي وقالوا هل يمكن لكائن لمخلوق أن يخرج من رحم أمه فيعيش خارجه؟ سيجيب أحد العلماء المدققين هذا من المستحيل علميا. لماذا؟ لأن هذا الصبي، أو ما يقول صبي، لأننا إنما نستمد غذاءنا من خلال هذا الحبل السري الممتد إلى أوردة الأم وشرايينها، وخروجنا عن الرحم بمقدار لا يتحمله هذا الحبل السري يعني انقطاع مدد الغذاء عنا ومدد الشراب، وهذا يعني الموت لا محالة. فالخروج عن الرحم يعني الفناء لا محالة. ليس هذا منطقي وطبيعي؟ منطقي وطبيعي جدا، لأنه لا يتصور شيئا غير ذلك. لكن هذا العالم في الحقيقة منطقة لا يكون صحيحا إلا ضمن حدودة أو مرحلة أو وعية، والكون أيها الناس أكبر من حدودكم وأكبر من مرحلتكم وأكبر من وعيكم. هذه هي مرحلتك وهي حدودك، لكن عالم الله أكبر من حدودك ومرحلتك. ولذلك يا أيها العالم، هذا الإنسان الجنين سيخرج من رحم أمه ويعيش، يعيش لا من خلال الحبل السري وإنما بطريقة أخرى،
طريقة لا تخطر لك على بال. هذا الإنسان سيأكل من فمه وسيشم من أنفه وسينظر الوجود بعينيه وسينتج من الأرض وسيفتح وسيخلق الأشياء بنفسه، هذا ما يخطر على بالك في الرحم. وكذلك راح الإنسان العلمي الآن والمادي يحكي، هل يمكن أن يعيش الإنسان خارج هذه الدنيا؟ تماما مثل عالم الرحم، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يعيش بهذا البدن، يعيش بطعامه وشرابه وبأسنانه وبمعدته وبقلبه وبشرايينه، وعندما ندفنه داخل الأرض فسيتفتت هذا البدن وسيصبح أجزاء متناثرة، فكيف يأكل الإنسان؟ أوكي. تماما كذلك الذي تكلم داخل الرحم، كأنه يتصور العالم في حدوده. العالم أيها الناس أكبر من حدودكم، وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كان عالم الدنيا خير من عالم الأجنة، فالله الخالق يقول وللآخرة خير لك من الأولى. ها؟ وألموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الحقيقية، لو كنتم تعلمون، ولكنكم لا تعلمون ولا تستطيعون أن تعلموا إلا من خلال الوحي والدين. ها؟ هذه التربية الإلهية ويانا معنا، حتى إذا كبر حجم الإنسان وأصبح يتمطى داخل الرحم، ضعف به الرحم، كبر حجمه، أصبح الرحم وأصبحت أوردة الأم غير قادرة على تغذيته إلا على حسابها، صدر من أمر الإلهي أن أخرجوه من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية. كيف صدر الأمر الإلهي؟ ولمن؟ ومن نفذ؟ الأم المسكينة، ما تدري الأم. الأم تمشي في السوق لتبتاع حاجياتها، فإذا بالطرق يفاجئها دون ما إرادة. الأم تركب الطائرة وإذا بالمخاض يفاجئها دون ما علم. هل هو الأب؟ الأب قال ضبط بهذا الجنين الذي تحملينه أيها المرأة، اقلبيه. الأب أيضا ما إلى علم. إذن من؟ الجنين. هو الجنين لا يعي ولا يعقل وليس له من يد. الرحم هذا الكيس العضلي الذي لا يعقل. من يقول في العلم غدد خاصة تفرز إفرازات معينة؟ حسنا، نعرف غدد خاصة تفرز إفرازات معينة. من قال لهذه الغدد لتفرز هذه الإفرازات في هذه اللحظة؟ من أصدر إليها الأوامر؟ من أوجد هذه الغدد وأوجد داخلها هذه الإفرازات الخاصة؟ هذا هو الكلام. يعني هي المسألة مو أن تفسرها لي كما يفسر لي أي صحفي من الصحفيين مسرحية من المسرحيات، أو يفسر لي أي صحفي من المصحفيين مشهد من المشاهد. أنا ما مطلوب منك تفسر لي القضية، أنا أطلب منك تعلل لي القضية، أطلب منك أن تبين لي كيف وجدت ومن أوجدها وبأي صيغة. هذه الغدة طهير، غدد من الغدد أوحي إليها. من أوحى إليها؟ افرزي إفراز معين، أفرزت إفراز وإذا بالرحم يتقلص. هذا الرحم المستقر خلال هذه المدة أصبح يتقلص، يدفع الجنين دفعا. ليس هذا فحسب، بل هناك عملية مسبقة تفرز المرأة إفرازات كثيرة صفراء لتعقم الطريق للجنين. قالوا أن هذه الإفرازات مطهرة ومعقمة، تعقم الطريق للجنين، ثم يدفع الجنين دفعا، فإذا بالمخاض يأخذ الأم. عناية إلهية. خرج الجنين بعدئذ، رضي، صرخ الجنين، بدأ يتعامل ويا الحياة لأول لحظة. كان الهواء وكان الطعام وكان كل شيء يتم داخل يعني بواسطة الأم، الآن أصبح هو يتعامل، هو ينشق الهواء. رئتاه أصبحت تتعاملان مع الهواء مباشرة. ليس هذا فحسب، العملية هنا هذا الطفل فتر منه الحمل السري، يعني الطريق الذي مد بالغذاء انتهى الآن، أصبح كون هو يحصل غذاء بكبح وبعمل. الآن أيها الجنين المسكين الذي عشت راقدا ناعما لا تفكر بشيء، الآن يجب أن تعمل من هذه اللحظة. من هذه اللحظة لا تنال طعامك إلا بالبكاء وإلا بالمشقة. من هذه اللحظة بدأ بلاءك. رفع هذا الجنين وقد قطع منه الحبل السري، وضع على ثدي أمه. قل لي، ها
فكر معي قليلا، من أخبره أنه يجب أن يداول الآن عملية الامتصاص بالثدي؟ قل لي وفكر معي، من أخبره أن غذاءه انتقل من سرته أو من طريق سرته إلى فمه؟ من أخبره؟ سيجيبك العلم غرائزية، غريزة. ما هي الغريزة أيها الولداء؟ ما هي الغريزة؟ الغريزة شيء مستقل عن الإنسان، كائن عاقل مفكر كلم الإنسان وحاور الإنسان وأوضح للإنسان، شيء مودع في الإنسان. هو هذا الكلام مودع في الإنسان، من أودعه؟ الماديين يقول لك تجارب طويلة عبر الوجود البشري والسلالات البشرية، تجارب طويلة. هو الطفل قابل لأن يتلقى تجربة، هذا الطفل، هذه التجربة كيف تمت في المرحلة الأولى؟ كيف نقلت التجربة لهذا الطفل؟ الله يرفع هذا الطفل لثدي أمه فيلتقم ويمتص كأنما ألفه منذ زمن بعيد. تلك التربية الإلهية. ربكم يعني الذي أوحى لكم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى إلى ما يصلحه، هدى إلى ما يقيم أودى، هدى إلى ما يحفظ عليه استمرار ووجوده. أنا يصلى معك وما تفارق في أي لحظة من اللحظات، وحتى وإنت الآن كبير لا تفكر في نفسك، الله سبحانه وتعالى يحيطك بعنايته. أنت فكرت طعامك يجب أن يحتوي على بروتين، ويجب أن يحتوي على نشويات، ويجب أن يحتوي على دهنيات، ويجب أن يحتوي على أملاح، يجب أن يحتوي على فيتامينات، ويجب هذا تفكر بها خليها في حساب، يجب أن يحتوي على عناصر متوازنة حتى تحيا. ما تفكر بشيء، هاتوا الرز، هاتوا اللحم، هاتوا الخضار. لماذا الخضار والرز واللحم والبيض؟ ما نخلي في حسابك إلا أن تملأ جوفك لا أكثر ولا أقل، إلا أن تسكت صراخ معدتك. أما أن هذه الأشياء خلقها الله بتقدير وقدره تقديرا بقدر معلوم، هذه مو في حسابك لكنها في حساب الله. هذا البدن الإنساني يحتاج إلى بروتين، وفروه إلى الله يقول الملائكة وفروه في الآخر. هذا البدن الإنساني يحتاج إلى نشويات وفروها إلى، يحتاج إلى دهنيات وفروها، سكريات وفروها، وفرها إلى في الكون عبر ما تتعامل معه من المأكولات. هذه تربية أو متربية. هذا الإنسان يحتاج إلى ماء وفروه إلى، الإنسان يحتاج إلى نسبة من الأكسجين في الهواء، ما تزيد ولا تنقص، إذا زادت تشكل خطر كبير على الإنسان، شكل خطر الحرائق، إذا نقصت تشكل خطر كبير عليه راح يختنق. وفروه إلى بنسبة ثابتة دائما وأبدا، 21% من نسبة الغازات المكونة للهواء، لا تزيدوها لا تنقصوها. كيف؟ إحنا نستنشق الحرائق، تشف بالأشياء، تحدث التفاعلات المختلفة. أقام الله التوازن بيننا وبين النباتات وبين الأشجار، فإذا بعملية التبديل الكلوروفيلي تحدث هذا التوازن. هذا التربية الإلهية. الطفل عندما يلقى إلى هذه الأرض ما يفكر بشيء، ويمكن حتى الأبوين بالحقيقة هم مو مفكرين بشيء، أما الله مفكر. الأم هي قالت هذا طفل المسكين خرج من دهشائي، ما عنده غذاء، يجب أن أوجد له حليبا في ثدي. الأم هي التي فكرت أو الخالق هو الذي فكر؟ يعني حتى أنت ما لك يد في تربية ابنك، الله هو فكر. فإذا بثديه الأم يمتلئان حليبا، إذا بثديه الأم يتفجران حليبا يؤلمانها بدرجة تضطر الأم أحيانا إلى احتلاف ثديها لإزالة الزائد من الحليب. الشيء الغريب الذي لاحظه العلماء وشافوا الفرق بين من يتغذى على ثدي أمه ومن يتغذى على الحليب الصناعي، يعني اللي يتغذى على الحليب الصناعي يصاب بالتهابات معوية، يصاب بإسهالات، يمرض. ليش؟ لأنك أنت ما تقدر تقدر المقادير اللازمة لهذا الطفل الذي يحتملها. أما الخالق العظيم فقد قدر الموازين. الحليب بالمرحلة الأولى بالأيام الأولى مجرد ماي بشوية نشويات وشوية سكريات خالي من الدسم، يعني خفيف جدا، سهل الهضم جدا ومغذي، كأن الله يقدر عمر الطفل. كل ما مر على الطفل يوم كل ما تركزت مكونات هذا الحليب، فإذا كبر الطفل
فإذا بهذا الحليب لدى التحليل مليء بالدهن، بالدهن ومليء بالمواد البروتينية ومليء بالأغذية المركزة، يعني يتمشى مع الطفل. من هذا البستدي الذي دا يتحكم بهذا ودا يقدر هذا تقديرا ودا يرسم بميزان وبحدود؟ من إلا القوة الإلهية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هذا الحنان والحب والحذر الذي يقذف في قلب الأبوين، فإذا بالأب يترك راحته يكد ويكتح ويحرص على ابنه يتفقده، أول ما يدخل البيت أين ابني؟ يحمله يقبله يتشممه، مسألة مهمة لديه. وإذا بالأم تسهر لياليها طوال ساهرة مصفرة الوجه شاحبة حجبة على هذا الطفل، إذا بهذا الأم لا تتأبى لا تتقدر لا تشمئز من الأقدار التي تحدث من هذا الطفل، تنظفها تسهر عليها تأنس تضحك لا ترى شيئا من ذلك، هذا من؟ من وضع هذا الحنان والحب في قلبي الأبوين إلا الله؟ الله هو الذي وضع ذلك. ومن هنا علاقة الأم بطفلها علاقة عجيبة، علاقة غريبة جدا. لاحظ يقولون أول الأوصاف التي وصفت فيها القيامة وأشدها إرعابا وفزعا هو قوله سبحانه وتعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الوصف وين يتمثل هنا العظمة؟ يتمثل أن المرضعة لن تترك رضيعها أبدا، لن تغفل عن رضيعها أبدا، يعني هي مستعدة أن تسهر أن تتحمل الأخطار أن تقتل نفسها أن تميت نفسها بسبيل حماية طفلها. لكن في يوم القيامة كل واحد ما يلتفت إلا نفسه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. علاقة الأم بطفلها علاقة عجيبة من حيث الحنان ومن حيث الحب، علاقة الأب بابنه علاقة عجيبة من حيث الحنان ومن حيث الحب. إذا تصورنا هذا فتصوروا موقف رملة أم القاسم وهي تشهد وحيدها، تشهد ابنها، تشهد حبيبها. الحسين جالس عند القاسم بن الحسن، قاسم بن الحسن المر بما نقل عنه في أرباب المقاتل. القاسم بن الحسن من أجمل الشباب وأصبحهم وجها. تصور حميد بن مسلم يقول: لكأن وجهه فلقة قمر. بهذا الشكل ابن الإمام الحسن. الإمام الحسن كان جميلا جدا ومهيبا جدا، وكان هيبته وجماله بدرجة أنه إذا جلس صلوات الله وسلامه عليه إذا جلس في باب داره انقطع المار، لا يمر أحد بباب الدار. هيبه له. الامام الحسن كان جميلا جدا، والنبي صلى الله عليه واله ورد من جده رسول الله بعض سماته وبعض ملامحه وبعض مقاطع شكله. الامام الحسن ورث ابنه جماله، عمره صبي صغير، كان عمره 11 سنه، صبي صغير. الصبيان في هذه السن لا يعرفون شيئا من المسؤوليات أيها الناس، لا يحملون شيء من الأعباء، ما يفكرون بقضايا المجتمع وقضايا الناس. الصبيان في مثل هذه المرحلة يلعبون بالشوارع، مجتمع، أمة، قضايا، دين، لا يأتي ببالهم. تصور هالشكل، وتصور هذا الشاب عمره أو الصبي عمره 11 عاما يأتي لعمه الحسين وقد سمعه ذات يوم وهو ينادي: ألا من معين فيعين. هذا الصبي يشعر بالمسؤولية ويأتي فيقول: عم أبا عبد الله إذلي بالقتال. الحسين يضمه إلى صدره ثم يقبله يتشممه، ويبكي الحسين بكاء شديدا ويقول: بني أنت وديعة أخي الحسن، أنت بقية الحسن، أنت تذكارة، أنت صورة من عنده، ما أقدر أسخو بيك على السيوف، ما أقدر أقول لك روح قاتل حتى تقتل. قال: نعم، ولكن ضاق صدري وسئمت الحياة. وصور طفل عمره 11 عاما يقول ضاق صدري. أي وعي هذا؟ أي مستوى هذا؟ أي عقلية هذه؟ أي تربية؟ عم ضاق صدري وسئمت الحياة.
يرخي الحسين عينيه بالدموع فيعلم منه الاذن يقدم على القوم من دون جواز، يقدم هكذا راجلا بملابسه بقميص ونعلين دون ان ياخذ درقة، دون ان ياخذ لامة للحرب، دون ان يلبس درعا، بيده سيفه وهو يقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، انا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المدن. يقول شد على القوم شدة مستميت شجاع ففروا بين يديه، بينما هو يطارد القوم اذ انقطع شسع نعله احنى عليه وسط المعركة ليشده. تصور الزوبانية وتصور الشجاعة والثقة، شد عليه ليشده. قال احدهم: والله لأذكلن به عمه. يقول حميد بن مسلم: قلت له: ويحك، اما تخشى الله؟ اما تخاف رسول الله؟ والله لو بسط هذا الغلام يده الي بسوء لما بسطت اليه يدي. اما تنظر صغر سنه؟ اما ترى وجهه كفلقة القمر؟ قال: والله لأفعلن. يقول: وشد عليه اجركم الله، شد عليه فضربه ضربة حاقدة على رأسه شطرها بالسيف نصفين، فنادى القاسم: اي عم عليك مني السلام، وسيداه وقاسماه، خر على الارض يخور بدمه. وجاءه الحسين كالصقر المنقض وقف عليه، قال: عز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك، او يجيبك فلا يغني عنك. ثم انحنى عليه يحمله. يقول الراوي: كانت رجل القاسم تخطان في الارض، لان الحسين كان منحنيا مهدوما. بجا ونادى: يا جاسم شبيدي، بجا ونادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت الموت قبلك حز وريدي، هاني لكم تخلوني وحدي، على قيمي يا عم الخيل تفتر، يا عم اش قالت من الطبر روحك، يا نور العين راويني جروحك، لو النبقى يا عمي جنت نوحك، قلب مثل الغضا وبدمع محمر. خذ بيدينا لما تحب وترضى، وفقنا لطاعتك، أعنا على أنفسنا، عملنا بلطفك. الحاضرون احفظهم فردا فردا، استر عليهم، استر علينا بفتك الجميل. المؤسسون تقبل أعمالهم، هبهم خير الدنيا وخير الآخرة، إلى أموات الجميع نؤتي ثوابا.